ان شاء الله باش تتواصل كل مره باش نلمسوا حي معين وهو اللي باش نقوموا بالتجميل نتاعو. اول ما بدينا ان شاء الله بدينا بالجردة هذه اللي بحذا الجامع الكبير، استعملنا فيها برشا براعة يدوية، من استعملنا الإطارات المطاطية وزيناهم باش رفيناهم محابس، استعملنا الجرار، استعملنا البرامل، وزينا جردة هاكم كيما تشوفوا فيها، عملنا النافورات، عملنا نافورة مش نافورات، وقمنا برسم على الحائط اللي يمثل مدينة العالية والفوسيفوسي اللي كانت فيها. التظاهرة دي ما هي ان شاء الله ما تنجح كان بتدخل البلدية اللي وقفت معانا ياسر ياسر، تدخل المجتمع المدني وتدخل برشا جمعيات، واحنا ما نحبوهاش مؤثرة في إطار معين، هي محلولة لجميع المواطنين، وان شاء الله نكملوها وان شاء الله ننجحوا فيها كيف كيف هالكعابر اللي في الطريق زيناهم، ودخلنا هكا شوية حركية ان شاء الله تتواصل.